بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا وين ما كنتم، رحبوا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم نهارنا هكا بالطبيعة. نهارنا هكا كالعادة، قبل ما نوصف ونحكي كل شيء في كلمة، هو برنامج العائلة التونسية بامتياز، وهذا شرف لنا وأيضا تكليف، أيضا تشريف وتكليف في نفس الوقت، لأنه خلينا ديما نبحثوا لكم في جديد، وديما إن شاء الله نقدموكم، إن شاء الله نوصلوا نقدموكم المادة اللي ترتقي بكم وترتقي بإعلام أنه يخدم مشاهديه وين ما كانوا. وهذا اللي تقولوا هنا في رسائلكم، وأنا شخصية ما تخيلوش قديش نفرح، وشكرا للكم الهائل من الرسائل اللي قاعد يوصلنا من التشجيع، وإن شاء الله نكونوا قد مستواكم. رمضان شهر الخير وشهر البركة وشهر الفرحة وشهر خاصة البركات والأنوار، وكما نحضروا رواحنا اليوم باش نحكيوا على تحضيرات، اليوم باش نحكيوا على هذا الشهر الكريم من نواحي جميلة جدا إن شاء الله. حلقة خفيفة نظيفة، اقعدوا معنا، ما نحيوها كالتليكوموند بعدها، وقعدوا معنا، عنا برشا حكايات. قبل ما نبدا كالعاده معكم انا عفيفه بوكيل الجويده والشيفة هنا المي. مرحبا شيفة. مع عفيفه، مرحبا بيك. عندي جديد انا، زيده عندي جديد. الصوت هذا هي ضربه 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 هكا، ولا عندنا زيت زيتونه حر، زيت زيتونه من عند زيان. عندنا الزيت هذا نطيبوا به، زيت بنين زيده، وزيت معنا هاوكا ديجا موجود. زيت زيتونه بكر وممتاز، اسمه زيان، ديجا اسمه مزيان، ياسر حلو محلي. زيان اسمه زيان، معناها كيما مزيان. هذه الزيت نتاعنا نطيبوا به، حتى اللي السلايد زاد بنين برشا وفي واحد فيه ال، وديما شايفه انت ادرى عاد باك. وعندنا هذه زيت، اي زيت بيولوجي، انا نص ندرس به صحن، راه حنا عندنا في اي حاجه. وي هذا هو زيت زيان من عندنا، جينا اليوم وتبيب زكي هكا، انا تساعدني وخايفه. اي ريت محلاها صغيره، ربحها لي عندي. أي في سويسياكي بنين على الاخر، ديجا احنا ذقناه، ديجا فيه حتى البيولوجي، حتى اللون نتاعو، اللون نتاعو شوف مزيان على الاخر، زيت زين مزيان معناها. اي مزيان هكا ولا، وفيها كل محلاها عماد. زيت اسيل هذايا من العصره الاولى كما نقولوا احنا، العصره الاولى نتاع الزيت. ولا باهي برشا. شايفه اش عندنا اليوم؟ اليوم عندنا سوب. هي كالعادة تعقرع هو فيزيتي ولا ايه؟ ولا لا على اصلها؟ ما نساش، خلينا تعقرع رمضان بنينة، انا شربة قرع عنا. اش فيها؟ اليوم فيها القرع، فيها البطاطا، وفيها البصل، هذه بنينة برشا، وفيها بيان سور شوية ثوم، شوفوا واحد جنجمبر، فلك حل، ملح، هذو مفاحاتها. وباش نسالك، كل شيء تحطه من الاول في البارد ولا؟ والله كل شيء نحطه من الاول، نقلي شويه برك شوي. مش برشا. وعلى فكره نقول، والزيت نتاعنا راهو بنين، ماذا بينا ما نقليوش برشا. على فكره برشا زيوده. بالنسبه للتقليه نقول لكم معناها معلومه علميه مثبته صحيحه، وجبنا شكون من الاطباء وحكاوا طيرج عنا. التقليه بزيت الزيتونه اثبتت علميا، والطبيب اللي قال عليها راهو استاذ كبير برشا في تونس، اللي هو الاستاذ صبر دخلي، طبعا استاذ اخصائي في امراض السكري والتغذيه، والتغذيه خاصه والحكايه والغده. قال اثبتت علميا ان زيت الزيتونه حتى كي تقلى ما يتحرقش. زيت الزيتونه كي تقلى في نقليوه، عنده سبحان الله مقدره كبيره باش انه ما يتحرقش، مش كيما الزيت الاخر في ساعه يتحرق ويسيبك الماده اللي عافانا وعافاكم الله تكون كونسيروجين مسبب للسرطنه، في حين انه زيت الزيتونه لا. وهذه حاجه ربي وهبانا. احنا الزيت عندنا زيت زيان زاد عفيفه، نجمو حتى نزيدو مغرفتين في الاخر، ونزيدو مغرفتين في الاخر هنا حتى للسوب. انا اليوم في السوب نتاعي باش نزيد في الاخر، وحتى التارت، حتى اللي جاتو نجمو نزيدو، حتى اللي كيك مثلا، ثم كيك يبنن شويه، يبنن برشا بيتو، مش شويه في بلاصه الزبده، احنا زينا من الزبده، زبده برشا طبعا، برشا مش ماذا بينا حاجه صحيه نزيدوها بيولوجي. باهي شايفه مع السوب شنو عندنا؟ مع السوب عندنا تارت فروماج دو شيفر. باهي انا باش نعمل فروماج دو شيفر، باش نعمل موجود هذا على بورتي، موجود في المغازان، موجود هو غالي شويه، نجمو ناخذو حتى نجمو نبدلو بحاجه اخرى ولا انا انا ما انا مازلت ما جربتش باش بدلته بحاجه اخرى. انا ماذا بيا فروماج دو شيفر، هي شنو هي لافونتاج نتاعو الفروماج دو شيفر؟ انا راني مانيش من المغرومين، ماكش مغروم قد ما مغروم، هو نعملو بيه لي سالاد احنا فروماج دو شيفر، هو فيه بنين برشا، ومش كيما الجبن الاخر، مش كيما الجبن نتاعنا العادي، يعني مختلفه المذاق نتاعو، مختلفه حتى الجو نتاعو مختلفه، وبنينه برشا بيان سيغ.
هذه التارت بالنجم اللي ما يحبش، انا متاكده نجم نبدلو متزاريلا، نجم نبدلو الوسط نتاعو نجم احنا انا طول شوف ناخذ فكره على كل حاجه. شوفوا الطريقه هي ياسر سهله وبينا على الاخر، وعندنا بات بريزي باش نعمل بات بريزي زاده. طول شوفوا بات بريزي اليوم نتبعوها اي باهي شافها هنا سهله وبينا. هذا هو اليوم كالعاده من عند سمارت شيف عندنا كيك. كيك اي جو اليوم تارت وكيك معناها حاجه بنينه ان شاء الله اليوم. حاجه بنينه بيان سور. وديما نقولوا لربيت البيوت انا شخصيا ننصحكم ما تستغناوش على سمارت شيف. هيك الباكو اللي يبدا مخبي في المارو وقت الغسره وقت الجيف وقت اللي هكا ولي سمارت شيف مسهله الحكايه معناها في الدريج. انا بنتي كي نخليها تلعب نتهنى بها نقول لها خلت الباكو هذا الباكو هذا اي وزيد البريباراسيون تلقاها هوني سهله سهله برشا معناها والكل. انا البارح كي نقول سمارت شيف مره اخرى في الدار اي البارح وقت اللي عملت كيك برشا ناس عجبهم قالوا لي كيفاش هكا جاتك الفكره باش تزينوا. انت ما تفرجتش البارح؟ البارح مع فادي مع خونا فادي عملت كيك كيك شوكولا ياسر بنين ياسر مزيان. اليوم باش نعاودوا حاجه اخرى ان شاء الله. هذايا المنيو نتاعنا اليوم ان شاء الله. تخي بيان خليوك تبدا. انا بدي عندي منيو باهي برشا اليوم زاده هكا هو يبدا رمضان وتبدا نخفوا الحاجات وان شاء الله في رمضان معانا ان شاء الله برمجه جميله متنوعه ان شاء الله. قناتنا كالعاده في رمضان عندها رونق خاص. نهارنا هكا ايضا محافظ على عادات وتقاليد هذا البرنامج اللي انا والله العظيم برح عرضوني يا زوز نساء وقت اللي البرنامج راهو على فكره وقالوا لي راهو وقت البرنامج وقلت لهم روحوا تفرجوا في فادي. دخلنا في عادات وتقاليد التوانسه وهذه المحبه الكبيره اللي نحن معاملين عليها ونخدموا بها. في رمضان عندنا برشا افكار ان شاء الله برشا حاجات جديده وبرشا مفاجآت قدرة ربي. اقعدوا معنا اليوم باش يكون حاضر معنا ضيفنا ولد الدار باش نتحدثوا على برنامجه المحبوب على حضوره الحبيب ايضا حضور المحبب بين ظفرين اللي هو تعودنا به ايضا كيقولوا الشيخ سفيان الطرابلسي ولد قناتنا ولد الدار وخونا باش نحكيو اليوم على باش نحكيو على تجربته التلفزيونيه في قناه الزيتونه وكيفاش بتلقاوه ان شاء الله هو معاكم تلت رمضان 30 حلقه حلوه برشا ان شاء الله نعرفوا تفاصيلها معاه. وايضا اليوم باش نتحدثوا على الاستعدادات الرمضان اللي كنت حكيت عليها في حلقه فارته. قلت انه الاستعدادات الرمضان هي نعبيو المونه ونخزنوا ونحطوا ونمشيو للمجازانات وبربي بربي نقصوا من الضغط. انا مش حاجه زاده شاريولي هكا اليوم انا قبل ما نجي قلت لك لي انا راني مشيت للمارشي سنترال اليوم وتعديت على المارشي سنترال بالحق نلقى العبيد وحتى المجازان برشا ضغط نلقى برشا. الناس قعدت ما قلت علاش هذا موجود كل شيء موجود بالعكس في رمضان محليها القضيه معني ليش باش نذكر اسامي اخرين المجازانات وكل العبيد لي غروند شوفيرز معناها نحكيو على المغازات الكبرى معبيه برشا وكل شيء معبيه برشا برشا العباد تقضي على بعض ما فماش علاش والله في اللهفه ماهيش قعدت نشوف انا ما شنو الحكايه قلت فما كلمه تونسيه حلوه برشا كيكه هني فما كلمه تونسيه حلوه برشا نقولوا اللهفه والرغبه في الدين. اليوم هذا باش نحكيوها مع الشيخ سفيان اش معناتها الرغبه واللهفه في الدين معناها خلينا نحن زاده بالعكس بعد نتحدث مع الشيخ سفيان باكثر تفاصيل. معنا اليوم زاده حاضره مدام منير غزيل بموج طبيعي باش نتحدثوا على جديده وانا اكيد خارج تونس باش نتحدثوا على تجربتها. توحشناها برشا وقالت علينا بلاصه. وي وباش يكون حاضره معنا تو باش نبداو مع فكره حلوه برشا معناها حاجه حلوه حبينا ان شاء الله احنا في رمضان حضرنا مجموعه من الكرونيكور باش يكونوا حاضرين معنا كما شفتوا الاسبوع الفارط كانت حاضره معنا وصال حكيت على الفاشن على الستايل على على الموضه باش تكمل عندنا برشا كرونيكور ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا باش ياثوكم بعض الفقرات ان شاء الله باش تراوهم معنا ديما يطلعوا دو طون زون طون هكا وياثوا معنا برنامجنا. سعيده جدا باستقبال محمد امين المهري. محمد امين مدرب اتيكيت مرحبا محمد امين. وبك اكثر مرحبا بك. احكي لنا على اتيكيت. هو الحقيقة موضوع معناها ماهوش حديث قديم عنده تاريخ صحيح عنده عراقة وعادة انه تهتم بها النساء برشا صحيح في حين يا عبد الله الموضوع يهم النساء والرجال صح وتنعرف اش معناها اتيكيت واش معناها الاتيكيت راك كيفاش تاكل بالفرشيطة والسكينة لا
الاتيكيت هذه موجوده في ديننا، السمح الحنيف موجوده في الاسلام، واكثر دليل هو سيدنا عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلوات والسلام على اله وصحبه الكرام. اكثر مثال في الدنيا، اكثر راجل قالوا مرحبا محمد امين وبك اكثر يعيشك مدام عفيفه. ساعه تو دابور ساعه مرحبا بك بيناتنا في تاعنا. انا فرحت برشا على خاطر انا ساعات فما برشا تو تشوفوا معانا اسماء كبيره من الناس اللي حبت البرنامج هذا وتحب تمد يد المساعده وتحب انا نتواصل مع بعضنا ونقدم لكم معلومه والترفيه زاده. وانا فرحانه اكثر مدام عفيفه بوجودي معكم. يعيشك. قبل ما نبداو اش معناها الاتيكيت، خلينا نشوفوا اصل ظهور الكلمه. وقت ظهرت الكلمه هذه عندها تاريخ فعلا. هي اول مره ظهرت مع الملك لويس الرابع عشر اللي كان مغروم برشا باقامه الحفلات في القصر نتاعو. كان مغروم انه يستدعى العبيد. لاحظ انه بعد اقامه كل حفله، بعد ما تروح العبيد، فما فوضى عارمه في ورود مطيشه في كل بلاصه، حسيلو فوضى عارمه، القصر يتقلب سفيه على علي. قال ما لاباس فوالا، ما عجبوش الشيء هذايا، وطلب من خدم القصر نتاعو انه ياخذوا دي تيكي صغار، بطاقات صغيره، ويحطوا على كل مكان ممنوع اللمس، يلزمك تمشي منه. دونك هي يعني كل جيد معناها بالضبط بالضبط. ومن هون ظهرت كلمه اتيكيت اللي هي اعتمادا والا دائما بكل البطاقه هذيك اللي نوعا ما تحطنا في اطار اللي لازمنا نكونوا موجودين فيه ونتصرفوا على الاساس نتاعو هذاك. داكوغ، باهي هذه تفهمنا فيه. تاريخيا جاي مع لويس الرابع عشر فعلا، هو تيقبل والله خرج من عندنا، ما عندي مسلمين. نحكي على اصل ظهور الكلمه، معناها اتيكيت كفن وهو فن في النهايه. طبعا طبعا. لا احنا نحكي على اصل الكلمه اللي هي بطاقه. فهمت باهي معاك. من بعد درس ولا علم فعلا، معناها الاتيكيت ولا هو علم. اش معناها هو علم؟ ودراسه الخصال الحميده. كل واحد يحب الخصال الحميده. الخصال الحميده بالضبط. ايوه. والاسلوب فائق التهذيب. فائق التهذيب يعني علي بالضبط. اي دونك كل واحد يحب يكون على جالون. فكره مثلا سمح مش نقاطعك برشا راه. اي مرحبا بك. خلينا نبداو هكا، خذوا خذ راحتك. استاذ المشاهدي، اكل واحد يبدا مقيل راقد كما ثلاثه ويجي الاخر يدق عليه الباء. فعلا من الاشياء، ماهيش خصال حميد. فعلا فعلا من الاشياء اللي باش نتناولوها ان شاء الله في الحلقات في حلقات القادمة اخرى ان شاء الله. دونك كل واحد يحب يكون جالون، اسلوبه فائق التهذيب، ويحب يخلي انطباع جيد عند العباد الاخرين. ما عليه كان يتفرج فينا ويسمعنا ويبحث على الاقل اش معناها اتيكيت، واش معناها اسلوب راقي، واش معناها خصال حميده. هذا اش معناها؟ مش معناها انه العباد اللي ما همش عارفين الاتيكيت ما عندهمش خصال حميده. لا، احنا ما احناش هنا باش نربيو الناس ولا لا، احنا بالعكس، احنا اللي موجوده فيه الحاجات هذيا نحبوا نثمنوها وناكدوا راهي مهمه، واللي ما عندوش ما فيها بيس نتعلموا مع بعضنا شوية. بالضبط نفيقوا قرصه خفيفه هكايا باش يكون في فوالا. هذا هي تاريخه وعرفناه شنو هو كما قلنا اللي هو هو السلوك معناه بالضبط، السلوك المتزن اللي يراعي الطرف المقابل قبل ما يراعيك انت. معناها احنا اكيد الكلنا ما فماش واحد ما يحبش العباد الاخرين تحترمه، ما فماش واحد ما يحبش يخلي انطباع جيد عند العباد الاخرين في كل وضعيات اللي تقابلنا في حياتنا، سواء قرايه سواء عمل سواء خدمه، مهما كانت الوضعيه. ربي ربي محمد امين خصنا نهاير الاتيكيت نتاع الكياسات ان شاء الله. بربي ان شاء الله ان شاء الله. وانا باش نعمل عليها نهارات هذيك نعمل لك ما نحكي لكش ان شاء الله. وانا حكيت قداش انا واحد شخصيا قداش مره نتعرض للحكايه على الدوره باش تاخذها يصير ما يصير ان شاء الله. هو هذاك راه كما قال محمد امين ماهوش مربوط، محمد امين له مربوط بعمر اللي هي وسائلي توا، لا مربوط لا بمستوى اجتماعي لا بمستوى فكري لا بمستوى في الحقيقه مستوى علمي، لكن هو في الحقيقه مستوى فكري في النهايه. ابدا من العباد معناها من الافكار اللي تنقد الاتيكيت. احنا بكري حكينا على هكا شويه لمحه تاريخيه، قلنا ظهر مع لويس الرابع عشر. دونك دائما مرتبط بالطبقه الارستقراطيه ولا. في حين ابدا الاتيكيت الاتيكيت نحيوها كلمه اتيكيت، الاتيكيت راهي تساوي تربيه واخلاق.
انا نرفض كل واحد يقول لي الاتيكيت حكر على طبقه ارستقراطيه ولا طبقه برجوازيه. اللي يقول الكلام هذا معناها العامه ماهمش ما عندهمش اخلاق حميده وماهمش entre guillemets ما يتحلوش بالحاجه المزينه ولا تربيه ولا اخلاق. دونك الاتيكيت ولا التربيه ولا الاخلاق عمرها ما كانت حكر على طبقه ولا على مستوى، بالعكس الاخلاق والتربيه هي اللي باش تزيدك باش تعليك. بالضبط، هي اللي باش تزيدك في السلم الاجتماعي ولا الثقافي، عمرها ما كانت معناها حكر على طبقه ولا على مستوى. بالضبط، هذا هو. باهي، دونك نكملوا. حاجه اخرى قلنا باش عرفنا توا اصل ظهور الكلمه كيش معناها، نحبوا نعرفوا علاش يلزمنا نعرفوها، علاش يلزمنا نعرف شو معناها اتيكيت، علاش يلزمنا نعرف شو معناها اخلاق واسلوب. انا سؤالي راهو اللي كان توا باش نساله لك، شنو تزيدنا؟ معناها فريمون انت توا خاطر قلتها، قلت انه مش مربوطه، نعاود نقولها، ماهيش مربوطه بالمجتمع الراقي ولا أبداً. ولا غيره أبداً. هي مربوطه بالانسان نفسه. دونك محمد امين، شنو تزيد للانسان؟ باهي، كلنا نبحثوا انه نشوفوا الرضا في عيون الناس الاخرين. تري بيان، معناها كل واحد، انا وياك قاعدين نحكي، وانا ماذا بيا وقت نخرج نخلي عندك انطباع جيد، معناها وانا وقت نخرج نقول نحب مدام عفيفه وقت يخرج امين تقول امين قداش محلاه. بالضبط محلاه، بالضبط إيه. بالضبط، هذا هو كلنا نبحثوا على الحاجه فكرة محلاها فعلا برشة. فعلا فعلا. دونك احنا ماذا بينا نتبعوا الاساليب اللي تقودنا للنتيجه هذه. كل واحد يحب يخلي رضا وحاجات باهين يذكروهم بهم الناس الاخرين، معليك ان يعمل الحاجات الباهين اللي توصل للنتيجه هذه تكوه، معناها باختصار شديد. باختصار باهي. المرحله الاخرى، المرحله الاخرى توا ماذا بينا نفرقوا، فما حاجه اخرى دائما تقال للعباد اللي تنقد في الاتيكيت، يقولوا تراه دين وغواندو ويت. معناها ياسر عباد تترهدن وتستعمل في غواندو ويت، يعني ياسر اتيكيت وكم ماهيش قريبه ماهيش تلقائيه. بالضبط، مركبه. بالضبط، حاجه مركبه. بالضبط، حاجه مركبه. احنا نجاوبوهم محمد امين؟ باهي، اللي جاوبته بكري معناها انه قواعد فقط. قواعد هي معناها قواعد اجتماعيه وقواعد تربطنا. صحيح، قواعد اجتماعيه وقواعد تربطنا وتضبطنا. وراهو خلينا نقولوا انه صحيح، معناها الاتيكيت ماهيش قوانين تعاقب عليها المخالفين نتاعها، لكن راهو اللي ما يلتزمش بها يرفض اجتماعيا، وهذا نصوروا اكبر عقاب. معناها تخيل انت توا اللي حكيت قلت الاتيكيت نتاع الطرقات ولا اي حاجه، معناها تعرضنا اي وضعيه تنجم تعرضنا. تخيل انه مثلا انا وياك في حوار ولا برا في الشارع، وكنتوا تحكيوا بكري على المجازانات، وواحد باغازار هكا ضرب الشاريو نتاع الاخر، تسمع كان الاخر فاز فيه يعيط ويصيح مثلا. بالضبط، معناها هذه حادثه بسيطه وما صار شيء. شنو صار؟ هو في النهايه حادث ينجم يصير لاي واحد، ما فيش داعي انه تصير عليه المشكله هذه الكل. بربي حاجه اخرى زيد معاها متصله بالموضوع هذا، الابتسامه في وجه اخيك صدق، معناها كي تتبسم له الصباح رانا ما عادش نشوفوا ناس تقول على السلامه وصباح الخير يا ناس. بالحق راهو محمد امين فعلا، هذه هي اكبر قواعد الاتيكيت. فعلا فعلا، انك تبتسم، واللي هي جات كما قلنا من الاسلام، من محمد عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم، نبينا ومعلمنا، ابتسم في وجه اخيك فالابتسامه صدقه. صح صحيح ولا؟ صحيح صحيح. وعلى هذيك مدام عفيفه يلزمنا نعرفوا شنو هي الصفات اللي يلزمنا نتحلوا بها باش نكونوا فعلا معناها متبعين قواعد الاتيكيت ولا قواعد الاخلاق الحميده. اول قاعده او اول صفه من الصفات هذه اللي هي المجامله، وما ادراك ما المجامله. مدام عفيفه تعرف اللي انت احلى برشا اون لايف منك في التلفزه، تجامل فيا؟ لا ابدا. فعلا فعلا المجامله راهي تبدا هكايا، ولكن الاثر نتاعها ما تصوروش قداش كبير في نفسيه المتلقي. ولا فعلا ماهيش مجامله، انت اجمل من التلفزه والله. تسمني التلفزه ياسر فعلا، نحيك 8 كيلو عماد. القاعده الثانيه اللي هي الشكر. برشا عباد يحسسونا انه كيف نعملوا، معناها عملنا لهم حاجه انه مانيش عاملين عليهم زيه. ليه؟ انه ربي يخليك مدام عفيف، انه فمعناها نقولوها بالله على المباشر على التسجيل المباشر، قلت الاسماء قلت لها محلاه ربي يخليك. صح يا اسماء وسوسن. انه يحسونا انه مانيش عاملين مزيه، في حين انه انا عملت لك جميل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعلا ما جزاء الاحسان الا الاحسان. وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الحمد خاتمه النعمه جعل الله فاتحه المزيد. انا عملت لك مزيه اشكرني تو ترى قداش باش نعمل لك مرات اخرين، في حين انه كيف تحسسني انه مانيش عامله عليك مزيه. شكرتم لازيدنكم ربي سبحانه وتعالى. فعلا فعلا معناها راهو كان ما شكرتنيش تهنى تقف غادي ما عادش نزيدك حتى شيء. الصفه الثالثه والقاعده الثالثه اللي هي السيطره وضبط الاعصاب. وما أدراك ما ضبط الأعصاب. لازمها اسمع. فعلا فعلا سبتو جاي رمضان معناها شهر كامل. هذه الأولى نبداو بها قبل ما تشد الحشيشة بعضها. فعلا معناها شهر الحشيشة للأسف أنه شهر الحشيشة معناها للأسف أنه رمضان معروف عليه هكا أنه العبيد بالعكس معناها كيفاش؟ الأخلاق تفسد تقول لك ابعد عليا تو تكلم. فعلا فعلا وما أدراك كيف ما قلنا ما ضبط الأعصاب معناها الإنسان ماذا به كيف ما نقولوا احنا يحسب للعشره قبل ما يقول اي كلمه نجم تمس الاخر، يحسب تصرفاته لانه كيف ما قلنا نحكيه زاده من الاشياء اللي تخلينا معناها نمارسوا الاخلاق هذيا ونكونوا نعرفوا الاتيكيت انه كيف ما احنا نحبوا العباد تعاملنا ماذا بينا نعاملوا العباد بالشيء هذاك. القاعده الخامسه اللي هي البشاشه يا مدام عفيفه وانت ديما بسمتك مرسوم على وجهك ما شاء الله. زيدا كيف كيف واللي كنت تحكي فيها توا رسول الله عليه وسلم فعلا فعلا هي البوتوكس اللي يعطف عليه فعلا 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 احنا نشوف روحك في المرايه انت وانت عابس خايب خايب فعلا خايب وشوف روحك في المرايه وانت متبسم صح قول انا متبسم في معناها ما عجبتنيش روحي وانا متغش فما بالك اللي العبد اللي باش يقتل لي كيفاش باش يراني. القاعده السادسه اللي هي تجاوز الاخطاء يعني مش لازم نركزوا في كل شيء. ساعات تصير لنا في ديارنا بابا والامنا يدخل شكون خلى الدبوزه هذيا محلوله ولا شكون مطيش سرواله لهنا ولا امي سامحني راني على فكره راهي من القواعد الذهبيه للزواج الناجح. فعلا تجاوز الاخطاء فعلا فعلا تجاوز الاخطاء يعني مش لازم نركزوا على الشقيقه والرقيقه. ما نكبشوش ما نكبشوش اوكي شفت غلطه نهزها ونحاول نعملها كبتي في الشارع في بالضبط بالضبط قس على ذلك. القاعدة السابعة اللي هي عدم ذكر الأشخاص بالسيء. يعني وين وياك قاعدين مش لازم نذكروا إكس ولا إكغيك، لأنه تأكد مدى عفيفة إذا كان إذا فعلا هي نميم. أما تخيل إذا كان أنا ذكرت لك إكس ولا إكغيك بالسيء، راهو كون متأكدة اللي أنا كيف ما حكيت عليك معناها على الشخص الآخر بالسيء راني تمشي نحكي يعني نقولك مثال يعني آمين يا رب العالمين، يعني ما نأتمنوش العباد اللي تحكي بالخايب على الناس الآخرين. القاعدة الثامنة اللي هي الهدوء انه نحافظوا على انه نحافظوا على اعصابنا الهادئة والباردة ومش لازم نتشنجوا في كل شيء والقوة تظهر فعلا معناها القوة تظهر في معناها ممارسة الاخلاق الحميدة في انه نعاملوا العباد باخلاقنا في حين هم يعاملونا بالخايب معناها برغم اللي انت قاعدة تعامل فيا بالخايب ما انا لا اخلاقي ما تسمحليش اني ننزل ونعاملك بالخايب. واضح. محمد امين الوقت قاعد وفات مش قاعد محليل حديث ريتني قاعد هذوما ان شاء الله يا ربي يفضلك باش نرجعوا لهم بالنقطه بالنقطه تقريبا ان شاء الله ان شاء الله واحنا هذا باب تمهيدي فقط هاوكا مع مستهل رمضان جينا ان شاء الله الاسبوع الجاي باش تكون حاضر معنا ان شاء الله وتحضر لنا الكماله يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ونحبوها بالضحكه والابتسامه ان شاء الله ربي يخليك يا ربي انا كيما عملت الحمله تنظف قدام دارك والحمد لله يا ربي ويا ربي ان شاء الله كيما قلت لكم يتفرجوش فينا 3000 4000 ربي ورضاك انا وصلت اللي حاجتي به. تعرف شنو الحمله نتاعي الجايه؟ الحمله نتاعي ابتسم الابتسامه صدق خليها سنة رمضان سنة الابتسامة ومعنا محمد أمين إن شاء الله باش نكملوا الأسبوع الجاي بقدر ربي تكون حاضر محمد أمين شكرا على الدعوة السلوكيات الحلوة هذيا الاجتماعية الحلوة دونك محمد أمين قبل ما نطلعوا الفاصلة قد حذينا باش نمشيو للشيفة شيف كوبجيت السوب نتاعي حطيتك الزيت المزيان بيان سور حطيت زيت زين اللي هو ذكروا اللي هو بيو زين بيان سور اللي هو كما قلنا احنا فيه فوائد باهية خلينا نمشي بحذاك نشوف صحيه لا خليني خاطر اسمع باش نسرق عليك شويه شربه صحيه هي سهله وبنينه وحتى الصغيرات يحبوها اي انا حطيت من الاول حطيت شويه زيت يحبوها تعرف علاش ما
البطاطا والكورجيت اللي هي القراع الاخضر مطعمها محلو، مطعمها محلو. ومن بعد نجم تريحيها وتبسل سلة. انا رميتهم هذوما قليتهم شويه محليهم. حطيت انا في واحد بجنجون بخاطري بانا نحبوا برشا. دونك قليت البصله نتاعك وبعد هبطت الخضره شويه شويه كيما نقولوا. انا ما نحبش نقلي برشا حتى كانوا الزيت ما يضرش. الزر ما يضرش. انا ما نحبش نقلي برشا. البطاطا والقرع نتاعي والبصل قليتهم شويه برك وزدتهم الملح شويه جنجمبر يبان خاطر شويه كنجبير ومندراك يبان حتى كان عندنا فين نحطوه في الاكحل وملح وبيان سور من الاول حطيت الثوم مع البصل باش يبان. هذه سوب تاعنا سهله. نرجع بعد الفاصل نشوفوا الكماله. بعد احنا باش نكملوا البات بريزيم تاعنا بعد الفاصل. باهي ان شاء الله. ما قلت تحب تشوفها ومراك اي بالطبيعه. محمد امين تعرف شنو اتيكيت الكوجينا؟ اي فما في الاتيكيت في الكوجينا اكيد اكيد نحكيوا عليه ان شاء الله. تعرف من الاتيكيت اللي تعلمتها على الوالده ربي يفضلها ما نمسش طنجره غيري. طنجره غيري ليه؟ وعلى بالي زاد الشيف ايوب يذكر ربي بالخير. دونك مشاهدينا نواصلوا بعد الفاصل ان شاء الله مع بيموك تبيعي ومدام منى غزيل. نتقابلوا بعد الفاصل اقعدوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومعانا مدام منى غزيل صاحبه شركه بيموك الطبيعي. طبعا بعد غياب وجدتنا ورجعت لنا. مرحبا مدام منى. الحمد لله على سلامتكم. يعيشك يفضلك. كانت سفره مفيده وممتعه وممتازه. طب باش نحكيو على التميز وخاصه كما قلنا نحكيو انه منتوج تونسي شرف تونس خارج تونس هذه اهم حاجه نحكيو عليها. الحمد لله الحمد لله. قبل ما نبداو واش قولك نمشيو كوجينا؟ تفضل. نمشيو كوجينا وكما عودنا الساده المشاهدين من بعد عندنا برشا ما نحكيو بالاضافه فضل. للتليفونات باش تكون حاضره معنا. تفضل مهي. مهي ديما تغلط في اسمي. انا مي مهي. لا مهي اللي في بالي بالك نعرف شكون مهي. مدام مهي باهي. عندنا البات بريزيم تاعنا كما قلنا احنا عندنا تارت فروماج دو شيفغ وطومات. باهي الباتي بريزيم تاعي تسحق 250 غرام فارينة عليها 125 زبدة وعليها جون دوف والا عظم يا عظمة كاملة يا أصفر عظمة كيما تحبوا وشوية ملح وشوية ماء. به أنا باش حطيت الفارينة 250 غرام فارينة تاعي باش نحط الزبدة تاعي. ديما اشترى فارينة زبدة. هاي فلا أهم سيلة هي راهي مش هكا كان حلوة تبدا ظاهرة. أي. كان تبدا المالح. به نصبلي والفرينه والزبده مع بعضهم ندخلهم يعني عرفت هكا كيما نقولوا احنا بس الصور الزبده. الزبده مش انا قسيتها تبدا ذايبه شويه مش برشا. هاي هذه حراره يعني. الغرفه كيما يقول. اي ها نخلطوها كيما هكا بالقدا بيدنا كنزم بيدينا زوز كيما تحبوا. خلطوا الفرينه هكايا بالقدا ومن بعد نجيو نعملوا الحفره هذيك في الوسط هكايا. به نحطوا شويه ملح مش برشا ونحطوا العظمه في الوسط. العظمه تجي في الوسط. به نبداو نلموا بشويه بشويه هكايا تبدا تتلم بشويه بشويه بالعظمه والزبده معناها مع بعض. اي نبداو نلموهم بشويه 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 للي نتحصلوا على البات نتاعها تشد بعضها تتماسك مع بعضها ومن بعد نزيدوا شويه الماء. هذه البات بريزيم نتاعنا تتاح شويه في الفرجيدير مادام حضرنا الفارس نتاع التارت نتاعنا اللي هو انا باش نستعمل الفروماج دو شيفغ باش نستعمل عظم باش نستعمل طومات يجي دي غونديل طومات فوق منها. هذه وبيان سور شويه فلاك حلو ملح نفوح بيه من فوق. فكره هايله. واللي يحب يعملها بالصومع واللي يحب يعملها بالطون كل واحد شنو انا يعني مش نعملها من غير حتى شيء ناتشورال باش نعمل. هذه التارت نتاعنا فوالا. مدام منى مرحبا الحمد لله على سلامتكم مره اخرى واليوم باش جيتنا ان شاء الله اكيد برشا جديد برشا نجاحات. اي والله الحمد لله اللي تعدى معرض هايل برشا وتعدى المنتوج الحمد لله معناها بالكدا عملنا دي مارشي داير المعرض نتاع دبي وراوه في قناه
اخرى معناها تعدى ريبورتاج على معرض دبي، سينو ينجموا يدخلوا على بيموغ التابعي يشوفوا يشوفوا المعرض اللي هو موجود على الباج نتاعنا، والمباشر اللي انت كنت مع المباشره على المباشر كلمت والكل من المعرض نتاع دبي. فرق بالحق معناها تعرف تعد ثم احنا لي ماروكان المغاربه ديما معروفين باللي الويل دارغون اونتي ريد وما نعرفش شنو وما نعرفش شنو، خليتهم العبيد هكا ومنبهرين ويخدموا. وبعد خذيت انا موديل وعملت لسكارجو وعملته هذاك اكل سيروم اللي بالذهب شد يا بنتي امني. تعرف شنو هي الوجه الديفورما معناها احنا رينا ريم بنا رينا الحرفي كيفاش معناها انا زدت انا خدمته كما يلزم والوجه معناها قعدوا باهتين السويسريين والالمان واللي بلج والكل كل واحده تقول لي شنو. صدقني انا ساعه من نهار الاول ما عاد عندي حتى شيء، مش منعت مرأة تونسية عايشة في دبي لونتيتاج خبيته لها تخبية. لأنه تنشع ليش مدام مونيا سامحني نقاطعك بالعسل، لأنه اليوم فما حاجتين مهمين برشا. أولا الاتجاه لكل ما هو طبيعي في العالم الكل، معناها الاتجاه للطبيعة هذه حاجة. حاجة ثانية زادها حتى المنتوج التونسي ولا يكسب في ثقة الأجانب، يكسب برشا والله يكسب برشا في ثقة الأجانب. وثما زادة مصريين عندهم شركات كبار نتاع المنتوجات معناها ونتاع التقطير وليزويل ليسونسيال وكل تعرف يبداو زادة واقفين نهار كامل ونعطيهم يا بنتي نعطيهم البوماده صدقني يدهن نقول له ادهن قاسقي والله ينحي الكلاس ويدهن قاسقي. وبعد يجيني يقول لي شو فيه في سحر، نقول له فيه سحر هذاك هذاك دراب تونس. قلت له موجود الحمد لله معناها اللي المنتوج اعجب العباد والحمد لله يا ربي برشا توينسه جاونا واتصلوا بينا برشا وفريمون نشكرهم برشا والحمد لله يا ربي اللي منتوج شركه بيموك التابعي بالحق اللي يا ربي تسترنا وكها ان شاء الله ربي معاكم ديما اكيد وان شاء الله ديما من نجاح الى ان شاء الله يا رب. شنو توا جديد برشا جديد ديما برشا حاجات جديده برشا اضافيات في المنتوج معناها ديزانغريديون جدد. بون ان شاء الله المرجية تنجيب نوريهم ليزانغريديون خاطرين انت عودت الناس انك ديما تبدل ديما ديما داير انت تغزل الكريمه هذه اللي هي نتاع المفاصل اللي هي اعشاب اخرى لو بري هو بيدو وإما أعشاب أخرى اللي هي معناها أخزر لها أكلون اللي فيها والكل معناها هذه متاع المفاصل هذه متاع المفاصل شهيرة شهيرة والله الشهيرة معناها أنا نغير في الزيوت نغير في الأعشاب اللي نحطهم جدد توا برشا ثم ليس المنيغو أملاح البحر الميت ثم منتوجات ما نحبش نقول عليهم توا خليها سيربريز اللي هما موجودين في وسط المنتوج نتاعنا كسوسوا لتساقط الشعر ولا للشيب ولا لوجيعة المفاصل ولا هذيك حتى الكريمه نتاع ليدين والساقين تعرف تلمو يبداو هما يخدموا ولا يقبلوا في العباد ولا يبداو بالستيلوات نمدوا الكريمه ونقولوا اعمل يقول والله العظيم شيء غريب يقعدوا يخزروا ليديهم يقولوا شيء غريب معناها الحمد لله اللي لقى نجاح الحمد لله في دبي الحمد لله. نرجع لك نكملوا نواصلوا بعد التليفون عندنا تليفون من خزنة دار مدام مبروكة مرحبا. نعم مرحبا مدام مبروك. حبيك عايشك يعيشك يا لله عايش مرحبا بيك معانا في برنامج نهارنا هكا على قناة الزيتون. مرحبا بيك عايشك يا لله. قول لنا شنو هي تجربتك مع بيموغ مدام مبروكة. لا الحمد لله الحمد لله نحالي كنفخ والحمد لله. شنو انت خديت بالضبط باش نعرفوا معناه؟ هو الدواء هو ما نعرفوش شنو هو الميرينجا وش اسمه الاخر شنو خديت مدام مبروكه؟ نعم شنو المنتج اللي انت خذيته؟ خذيت الميرينجا استني سامحني في الفريجيدير تجيب من الكوجين. باش تخرج من الكوجينة اخرج لنا من الكوجينة جينا للصالة هاي مش انا في الكوزينه بنتي تجيب لي في الدواء. بنتك تجيب لك في الكو... اي سلمنا عليها عندك حق عندك حق سلمك عايش 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 هاي لله. شنو المنتج قلت لي؟ كريم انتي فاريز كريم انتي فاريز انتي فاريز نتاع الفاريز نتاع الفاريز هاي هاي باش نشوفوها ونحكيوا عليها هذه هي وثما الصغيره زيدها هاي
اللي هي وشنو هي النتيجه؟ سخانه وتنحي روماتيز. نحت لك سخانه في الساقين هي بالحق. روماتيز مش نورمال. ترتاح. ايوا. تفرهدت راك. نحت. لا الحمد لله احسن. الحمد لله. هما يتعبوا بالحق. يرحم والديك. يعيشك. وتكسر الزيتونه. شنو قال؟ والله ما سمعتها. كيفاش مدام مبروك اش قلت لي؟ نشكر قناه الزيتونه. يعيشك الشكر ليك وشكر لله، يعطيك الصحه، عايشك يا لله، ربي يفضلك وديما تفرج فينا مدام مبروك. عايشك ديما نتفرج. عايشك. ان شاء الله رمضانك مبروك. مبروك. عايشك. رمضانك مبروك عايشك. يعيشك انت شنو تستحق مدام مبروك؟ بالله. شنو قالت؟ كيفاش؟ رجعينا ايوب الريزو ما فماش برشا. قدك رجعونا ايوب. ها ايوب. اي نعم. ان شاء الله ان شاء الله عندك حق. ربي يفضلك يعيشك. خالتي مبروكه قالت لك مدام منيا شنو تستحق باش تاخذ تعطيك جائزه عاد هكاك هو التليفون. قص تليفونه. باهي على كل حال هي قاعده خدمتها. عندنا الرقم نتاعها. اي عندنا الرقم نتاعها وتجي تاخذ الكادو نتاعها اللي هو كريمة فاريس من السنتر نتاعنا. مرحبا. هاي ريس هكا دبرتيها مدام مبروك. توا في الصيف هذا قالت لك مدام نحت لها سخانه. ايوه. تعب نحت نجي الوقفه نتاع الكوجينه. هي صحه وفرحه مدام مبروكه. باهي دوك نكملوا مع بيموغ وفي انتظار مكالمه اخرى مدام منيا. حكينا عليها في الصيف كيفاش تنجم هي تستعمل تدهن في قاع الساق معناها مش اللي راوه من الاول تنحى النفاخ والتنمين والوجيعه تتنحى كومبليتمون وبعدك الفاريس هذوك تدهن شويه على العروق المحنبين بيان سور يوليو ابلاتي معناها يتحل يبدا خارج اللي يبدا خارج مكعبل بعد مرات يتحل وبشويه بشويه هذاك بيان سور مش في حكه هكا ولا هكا مش يتنحى معناها نتاع قداش من عام دونك يلزم شويه تريتمون خمسه سته اشهر طب يوصل حتى للعام ما هو احنا نتكلموا بكل صراحه وقدره ربي يتخلصوا منه والحمد لله ديجا هاي ريزلتا في جمعه وجمعتين العباد فرحانين والحمد لله لانه ساقين تعب صراحه تعب على الاخر انت تتوجع الوقفه والوقفه وتعرف التنمين انا اقسم بالله تعرف شنو هي واحد ساعات دور انا ندور بالحكه معايا ما خاطر تمشي راهو المعرض راهو نقول لك قداش ممكن نروح في بورقيبه بكله ثلاث مرات راهو مش شيء كبير معناها ساقيك تولي تحرق تشري لوكتوبيديك تشري شو ندور نشري في الشلايك وفي اللوحايد وباقي ساقين انا قلت مازلت بهم هاون الكريمه فوق مني نمشي نعمل هكا ندر نتفرهد نعاود ترتاح بالحق في انتظار مكالمه اخرى دونك هذا نجم يكون صالح معناها تو في السخانه خاصه احنا نحكي وزاد مدام منيا تو رمضانك الوقفه وقفه في الكوجينه بعد لا تكمل كوجينتها شو قبل ما يذن تخلي وقت للروحه تمشي والله. تدوش وتبدل حوايجها وتدهن سويقاتها وتعمل شويه برفان وتقعد على الطاوله وقتها فريمون تقعد بالحق لاباس عليها مش لازم تدخل خاطر برشا يدخلوا الكوجينه مخر وتوفى مخر وتبدا هي والمغرب والاذان معناها ماذا بينا تدخل على بكري وتقعد مرتاحه خير بالحق اي بالحق تستهل شويه في روحها زاد وقتاش تدخل انت الكوجينه انا بعد مرات نطيف الصباح راه والله فكره نطيف الصباح نخلي على حتى من شربه الفريك ونعمل كل شيء في وانا عندي حاجه مش كيما الناس نطيب انا نطيب عفيفه ونخلي نحط كل شيء يطيب في الكوشه عندي الماعون اللي في الحديد نريق الامور الكل خليه نصب طناجر صغار ونحطه في الكوشه يطيب على روحه ونمسح غازي الدنيا نظيفه شو يطيب سله سله يخرج زيته اموره واضحه بالحق. لا نقعد حرك وزيد والغاز طش وعمل لا يقعد يطيب لاباس عليه انا حتى الملوخيه نحطها تطيب في الكوشه في الفور كل في الفور كل عندك الماعون ياك ثمك الفخار كيما هذيك فخار سبيسيال معناها يطيب فيه الماكله انت تقعد مرتاح نرجع لك على الدباره هذه ولا تحرق ولا ما تحرقش على خاطر الوقفه نتعب انا في الوقفه في رمضان انا جايتك مدام منيا نمشيو للورديه معنا مدام نجوى مرحبا نجوى مع السلامه مرحبا مرحبا لله مرحبا بك يا نجوى مرحبا بك في برنامجك نهارنا هكا مرحبا عايشك ربي يفضلك قل لي شنو تجربتك مع بيموغ مدام نجوى والله انا خذيت من بيموغ مع مدام منيا دواء الركبه لامي شنو سامحني دواء الركبه اي هي ايوه اي تو استعملته بريسك شهر نصلي على النبي الحمد لله التحسن بديت نشوفه من الجمعه الاولى نصلي عندي تبارك الله
كانت ما تنجمش اكثر من 5 دقائق ما تنجمش تقف على ساقيها. اه مش ليك خذيته الوالده؟ لمها اه ما شاء الله ربي يفضلها. هاي اي للوالده هاي. وكنت طولت نجم الدور في الدار شويه، عندنا جنينه قريبه، خرجت بارك الله صلي على النبي ربي يفضلها. آه الحمد لله هكاك في رمضان احنا يا نجم باش نزيدوا نهديوا لها واحده اخرى نتاع أيوة. المفاصل هكاك تولي ترتاح انت من الكوجينه، خليها هي تقف في الكوجينه شويه. تعاونك والله العظيم تعاونك في الكوجينه خاطر حركتهم وحدها. لا مدام منيا اعطيها خلي خلي خليها تخرج تحوس في رمضان وتسرق هي قصدك ديجا ولا تدور. ربي يفضلها لك ربي يفضلها وان شاء الله رمضانكم مبروك. دونك مدام منيا وعندها نتاع هذه نتاع المفاصل جيت تاخذها ومرحبا بك لله وان شاء الله رمضانكم مبروك. يبارك لك يا مدام منيا. عايشك عايشك يا نجوى. مرحبا باختي. عايشك ربي اللي نربحوا محليه دعا الخير على خير من الدنيا. والله العظيم والله احسن من الدنيا الكل الحمد لله. دونك وين وصلنا نرجعوا بالليل لطريقه التطيب هذا اللي ترتحنا من الوقفه. ريت انا تو مثلا ان احنا انا ما نقليش الماكل الرجل الكل على البارد وتحط ودوب ما يهز غلوه على الغاز نقلبوا في طنجره اخرى نحطوا نغطي ونحطهم في الكوشه. حل الكوشه نحط طناجر جديد حات جديد حات يقعدوا على رواحهم يطيبوا قبل المغرب يبداوا افدوا نلقى الماكله الحم. انا على فكره كانت حميتي يرحمها تقول معناها الاخت راجلي لوسي ولا سلفتي لوسي لوسي تقول لها شبي منيا كي تطيب الماكله الحم يهبط الطري وانتم ديما لحمكم يابس وانت وانت طيب خاطر في الفور هو على خاطر يطيب في الفور تعرف شنو هي يطيب امبيكابل. انت كيما اللحم كي تحطه في الكوشه وحده عريان شي يطيب 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 اما يقعد محروق من فوق وكي يبدا تلفه في البابي الومنيوم ولا تحطه في معون مغطي يطيب ويقعد طري يولي كما الزبده يهبط. دونك الماكله تقعد لبس اليوم. اه وي انا هكاك ونقعد على روحي لا نكسر راسي لا طاب لا تحرق لا ما تحرقش وانا واقفه لي سمير هكا تقعد على سلاطه ولا كل حكايه كله يتقدم. عندك الف حق. بعد وقت نقعد قدام الترزه نفرش في نهارنا هكا ونقص على روحي. يعطيك الصحة ربي يخليك وربي يفضلك ربي يعطيك الصحة. يعيشك. الوقت قاعد يجري الوقت احنا في الاتصالات معناها احنا توا موجودين في السنتر نتاعنا في المنزل الخامس نهج خلفاء راشدين يدوروا على اليمين مع الفارماسي ثاني دورة على اليسار الثاني دورة على اليسار. فوالا التسعة نتاع الصباح حتى للأربعة نتاع العشية إن شاء الله في رمضان. مش نكونوا إن شاء الله في صفاقس لو 30 جوا في نهر الفنون المعرض اللي مشينا له المرة الأولى تو نقولوا عليه المرة الجاية معناها أما مش نكونوا 30 جوا مع مدام بعد رمضان ولا مازال رمضان؟ لا في رمضان نص رمضان في أقدم لينا نهر الفنون مش يكون المعرض كما المرة اللي فاتت معنا نحييها تحياتنا سي قاسم وليلى مدام ليلى معناها تحية كبيرة برشا. أيوة. العشبة ينجم مراهم يستعملوها في رمضان جوست بعد شقال الفطر ولا في وسط شقال الفطر تعمل اللي في متاحة فيها حاجات جدد حتى كي يعملوها. من بعد شقال الفطر بعد شقال الفطر ولا في وسط شقال الفطر في الوسط الماكله في وسط الماكله ينجموا يعملوها مش ما يكملوش ياكلوا اكل بلهفه والكل. وننصحهم ما يشربوش ما بارد يشربوا كاس ماء سخون قبل شقال الفطر خاطر الماء السخون ما يعملش الكرش ويخليهم ياكلوا أرتح. انا كيف عملت فورماسيون في الصين ما يشربوش ما بارد بالكل يشربوا كان ما سخون ونهار انا دخلت شربوني ما سخون قلت لهم شبيهم شربوا فيا للمترجمه قالت لي راهو حكيت مع الطب قالوا لي راهو يلزم الماء سخون صدقني انا عملتها عديت ورمضان كامل نشرب معناها شويه ماء سخون قبل شق الفطر فريمون تعدي لا تعطش لا تقعد ملهوفه على الماء مش كرشك ما تتعبيش معناها اكسلون يجربوا هما ما خسرنا حتى شيء كل واحد ينجم يجرب معروف مدام منيا فوالا كل واحد ينجم يعمل فوالا دونك باش نكملوا ذكرنا بالتليفونات التليفون 98 200 023 موجودين على الشاشه 29 031 032 22 341 341 و 24 355 031 مرحبا بكم الناس الكل احنا في انتظارهم وموجودين والحمد لله راهو حتى من عافينا وعافيكم الله البرص والصدفيه وشعر لابي ذكر راهو زدنا اعشاب اخرين مهمين برشا صدقني في الهندر بلوس هذا اللي هو مقوي المناعه وامني نهار اللي مشيت نشري فيه
كيف كيف بلاصة بعيدة وش مستيت والدنيا وصحة وفرحة ليهم، وإن شاء الله يا ربي يشفي الجميع، وإن شاء الله يا ربي يدوم علينا رمضان إن شاء الله يتعدى لباس، والعباد الكل إن شاء الله يكونوا فرحانين، وإن شاء الله يا ربي لا يوجع حد. هذاك شنو نجم نقول؟ يعطيك صحة أحسن ما كملت بيه والله، لا يوجع حد. أنا ما نجمش نزيد بعد الكلام. ربي يفضلك، رمضانك مبروك، رمضان بكل عائلة، وشكرا للقناة هوني زادة زيتونة، إن شاء الله يا ربي يوفقكم الناس الكل. رمضان مبروك علينا الناس الكل. نمشيو لكوجينا من انا نطلع، ما نمشيوش لك تقول لي هكا ما يسالش نزيد شويه عفيفه. لا باش نمشيو فاصل ونرجع. مادام منيا نتقابلوا كالعاده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. تحب حاجه؟ عارفه انا البات نتاعي حطيتها في الفرجيدير شويه، ارتاحت لي الفرجيدير. حطيتها في في الرمكه نتاعك ولا في؟ حطيت بعد ما ارتحتها شويه في الفرجيدير، حضرت الطومات نتاعي والفخوماج نتاعي حاضرين، قاعده رصف فيهم توا، وباش نحط العظام، خلطه العظام نحطها في الفور نص ساعه في الفور، والسوب نتاعي قاعده تطيب، هاي قاعده تغلي، قاعده تحسي بشويه بشويه قاعده زعما تطيب عقلها. من بعد نبداو بالديسير نتاعنا. هاني بديت وجيعة راسي قبل السير، مشكله اي لاباس. 12 كعبالوز تتنحى الوجيعة. 12 كعبالوز، 12 كعبالوز لفخهم العادي مع المغرب، اشرب الماء نتاعهم في السهريه، كلك اللوزات اللي هما منفخين. عجب ربي فكرتك في الاستوس هذه مهمه. تنحوا جات الراس كومبليتمون. ان شاء الله بنعملها. مشاهدينا نشوفوا نهار الاول كلهم روسهم اكيد. نمشيو فاصل ونتواصلوا وناخذوا اللوز بالطبيعه، خلينا نبداو من تو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، نكملوا ما تبقى من حلقة اليوم. كما قلت لكم في بداية هذه الحلقة خفيفة نظيفة على أبواب رمضان الكريم، إن شاء الله ربي يجعلنا من أهله إن شاء الله، وربي إن شاء الله بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ودعوة إن شاء الله خالصة بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى. به الضيف اللي عندنا اليوم حاضر معنا، وكنت قدمته في مقدمة في بداية الحلقة، ولد الدار، وأنا سعيدة جدا باستقباله في كل مرة. تعرفوا أن اللقاء معنا يخلي فينا، يترك فينا الأثر الجميل. كي نقولوا الشيخ سفيان طبعا نقولوا الإيمان والحياة، وأنا أسعد زادة أكثر أني كيف نتحول في الشارع ونخرج وكل، ويسعدني جدا أني نكون واحدة من أبناء هذه القناة. تلقاهم يقولوا لي شنو حوالي لك زميلك، أول ما يسألوني يسألوني على الشيخ سفيان. نقولوا له لاباس، شنو حبي لك شيخ؟ شيخ سفيان طرابلسي طبعا، نرحب بك. وبيك اختي عفيفه، نعاش من نعاش، نقول لك شكرا على الاستضافه، ونقول لك نقول لك ربي يبارك فيك، وان شاء الله ربي يعاوننا جميعا. الحمد لله قناه الزيتونه كما تفضلت انت دخلت القلوب التوانسه كما دخلت لديارهم، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين عند الناس، وكان تقبلنا عند الناس هذه اشاره طيبه اللي احنا مقبولين عند ربي. يا ربي ان شاء الله. هذه هي حب الناس دليل على حب رب العالمين. الحمد لله والله بالحق شيخ، ان شاء الله ربي يجعلنا نخرج ما تخيلش قديش انا والله العظيم امبارح وقفوني زون ساك أكيد راهم يتفرجوا فيا، قالوا لي معناها العشية معاكم وكيفاش يتحثوا على القناة. تعرف مرا كبيرة اش قالت لي شيخة؟ نعم. قالت لي نحسكم ولادي والله العظيم، معناها راهي كلمة كبيرة برشا، وهذا شرف لينا والله، شرف لينا. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله نكملوا هالرسالة هذيا. أنا من الحاجات اللي قلتهم في الفترة اللي فاتت، ونحب كي العادة ديما نشكر أنه الناس اللي تبع فينا باهتمام بمحبة كبيرة، انا اطلقت حمله نظف قدام دارك الحمد لله ونالت استحسان. ديما نحب ناخذ معك الاهداف هذيك، رمضان هذا زاد وزواد باش نحكيوا فيه مع الشيخ، خاطر كما قلت الاسبوع اللي فات قلت لكم راهو تو نجيب الشيخ سفيان ان شاء الله معنا، ويكون حاضر معنا يحكي لنا هو اكثر على هاك الزيد هذيك المونه اللي نخبيوها شيخ، خاطر ماك تعرف مقارنه لك سكس وما شاء الله، ونحن تبارك الله شعبنا في الحكايه هذه مع عندنا مونه اخرى نحب ناخذها قبلها. شو تحث على مونة قناة الزيتون؟ نعم. الإيمان والحياة، هذا البرنامج اللي خذاه نصيبنا المحبة عند التوانسة، بتناول معناها مواضيع اجتماعية جميلة جدا وبأسلوب مختلف. شيخ كيفاش كانت التجربة قبل ما نجيو تجربة رمضان؟
اختي عفيفه، هي الفكره نتاع البرنامج الايمان والحياه، احنا شفنا فما فراغ في القنوات الفضائيه التونسيه، فما فراغ في المجال الديني، وكان عملنا برنامج ديني ديما نعملوا كالصوره نتاع الجبه والعمامه وراجل كبير شاد ورقه ترعش في يده ويمشي بالسيف ويحكي في تركينا في جامعه وراه محراب، معناتها الصوره يعني نمطيه، ربي يفضلهم ويحميهم، لكن صوره نمطيه خلت الناس للاسف الشديد ما عادش تميل مثل هذه البرنامج، وكانه مش عارف ان هل هي معتمده ولا عفويه. ديما يحطوا يربطوا الدين بحاجه تقليديه قديمه مخيبها، وهو الدين اكثر حاجه جاي باش يعيش في حياه الانسان. اكيد. وانت كان عندك الزميل من قبل يحكي على الاتيكيت. الاتيكيت الاصل نتاعها الكل في الاداب النبويه، النبي عليه الصلاه والسلام كي جاء وبدا يتحدث على الاداب، هذا هو الاسلام. الاسلام جاء راهو مش باش يعلمنا كيفاش نصليو، الاسلام جاء باش يعلمنا كيفاش نصلي وباش ناخذوا منها الطاقه باش نجموا نعيشوا حياه سعيده في الدنيا. يحبنا الاسلام نلبسوا احسن لبسه ونركبوا في احسن سياره. وشوف فما ايه عجيبه في القران نقراوها ديما، لكن يمكن مشكلتنا احنا نقراو القران لكن ما نقولوش شو يقصد ربي، شو يحب يقول لنا ربي. ربي في كل ايه يذكر فيها الصلاه شو يذكر معاها من بعدها مباشره؟ واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة. كل ما يقولوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربط عجيب. الصلاة علاقة بينك وبين ربي، والزكاة علاقة بينك وبين شكون؟ الإنسان. الإنسان. يعني ربي يقول لك كون غني جيب برشا فلوس باش نجم تعمل الزكاة، صح ولا شكون يزكي هو؟ اللي عنده برشا فلوس. معناتها الإسلام أعطانا دعوة يعني عمل غير مباشر، لازمك تكون غني، لازمك تكون قوي. اليد العليا خير من اليد السفلى، فالإسلام يعطي فينا طاقة باش نكونوا ناجحين في حياتنا. الإسلام ضد الفشل، رسولنا يقول إن الله يكره العبد البطال، النبي لقى يد مجرحة من الخدمة قبلها. دين عجيب، دين باش يعلمنا كيفاش نحياو ونبنيو حضارة ونبنيو مجد وننقذوا الإنسانية. سيدنا عليه الصلاة والسلام وقت جاء عمل ثورة ضد الاستعباد، جاي ينادي للحريه، جاي ينادي للمساواه، جاي يكرم المراه. اول وزيره في التاريخ كانت عند النبي، وزيره الصحه كانت امراه، السيده رفيده في عهد النبي. ما نحكيلكش من بعد كي جاء عمر ولات وزارات نسائيه. معناتها الاسلام جاء قال نتعلموا كيفاش تعيشوا سعداء وناجحين ومتميزين. هذه رساله الاسلام باختصار. فبرنامج الايمان والحياه حبينا نكرسوا فيه هذا المعنى، حبينا نجيبوا حاجه جديده، ما يجيش الشيخ يحكي على الاسلام وعلى الدين فقط، حبينا نجيبوا المشايخ الشباب اللي هما عندهم يقولوا في رواحهم، حبينا نربطوه بالمواضيع بعلماء النفس وعلماء الاجتماع، نحبوا نبينوا رساله اللي الاسلام هذايا راهو مش ضد العلم، راهو كل العلوم هي في اصلها مستمده من القران الكريم، مستمده من هذا الاسلام، الاسلام كما هو علاقه مع الله سبحانه وتعالى هو علاقه بناء واعمار هذه الارض. حضرت المراه زاده. طبعا. شفنا نساء. اختي عفيفه الكونسيبت نتاعنا قلنا في كل حلقه نجيبوا راجل ومراه. صحيح. هذا هو اللي حاولنا ما اجتهدنا يمكن مرات مناصفه. علاش؟ ايمانا منا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي قبل 1500 عام قال النساء شقائق الرجال. المراه اخت الرجل، اليد في اليد باش يبنيوا حضاره مع بعض. مش الراجل يبني حضاره والمراه تقعد طيب في الدار. لا، حتى الراجل يعرف طيب في الدار وحتى المراه تعرف يعني تنتج حضاره. فهذه الفكره فكره النبي عليه الصلاه والسلام نحاولوا نطبقوها في كل شيء في حياتنا، كيما نحبوا نطبقوها في ديارنا، كيما احنا نعتبر انا روحي زعما ان شاء الله ربي يتقبلني كانسان هكا يعني متدين، كي انا ندخل مع مرتي الكوجينه نعاونها في رمضان نقليوا البريك مع بعضنا نطيبوا مع بعضنا. نحب انا كنتش نسالك راني الحق لا ولا نطيب بالحق والله العظيم ونطيب بالحمد لله رب العالمين. لا بالحق مش نطيب. لا تعرف علاش؟ كيفاش عمده عماد يسال فيك ايش قال؟ نقول له قول له قالك ذوقنا ما را والله العظيم نهارنا هكا في رمضان نجيو نفرحوا به ضيافنا يلزمهم يطيبوا كان هذا عنده حق ولا يهمك تدلل معناها طيب تونسي معناها حاجات هكا طيب نطيب نشوفوا الكوتي الاخر نتاع الشيخ صفيان نحن ولا يهمك طيب وكل شيء. اقتداء بشكون؟ اقتداء برسولنا. كان ما عملهاش رسول الله راني ما عملتهاش بكل بساطه. علاش؟ لان احنا العرب عندنا العقليه الشرقيه، احنا عرب الراجل الشرقي يحب حساق على ساق ومرته تخدم. ايوه ما يقول لك انا كي انا السيده عائشه اللي هي حبيبه رسولنا وام المؤمنين تقول راهو كان في خدمه اهله، راهو كان يحلب ويعجن معاها، الرسول كان يعجن هو السيده عائشه مع بعض، يحضر الخبز ويعجن، كان سيدي يعمل هكا وانا ما نعملش عيب عليه، وبعدين نقول صلى الله عليه وسلم ونحبه ونتبعه، ما دام عمل يلزمني نعمل، صلى الله عليه وسلم، اقتداء به، واحتسب ذلك الاجر عند ربي، ولقيت هذاك يفرح المراه اكثر ومرتك تولي تحبك اكثر، فدعوه للرجال الكل راهو خدمه مرتك، هذه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هل يعتبر صدقه كيف ما الاكل اللي يجيبه لها؟ طبعا خاطروش يقول لها يقول انا ماني طيب بالنهار كل فنش نجيب لك معناها بما معناها نعم ها؟ احنا شوف راه مش نقولوا يلزموا
مش يلزموا، اما حبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلي يعملوا. احلى من الرسائل اللي قاعدين نعديو فيهم يعاونوهم تقاريق ده حتى المغرب تو راهم رجال يسبوا فيا ونسافر حاليا. لا 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 نحكيو في الحق احنا. نعم. حكينا على قدوتنا عليه الصلاه والسلام حبيبنا محمد. نعم. الف صحيه. نعم. الف الصلاه والسلام معناها ما فماش. وحكينا حاجه بسيطه معناها طبعاً. انت اعطيتنا مثال شيخ، قلت زوجتك تحبك اكثر، الجو يكون احلى طبعا، هي عاونونا طبعا. هذا الاصل، ما نراهوش عيب ان نراه كمال الرجوله. هذا هو، لان كمال الرجوله تتمثل في سيدنا عليه الصلاه والسلام، بقدر ما نكون احنا قراب لرسولنا في اخلاقه، بقدر ما تكتمل رجولتنا، بقدر ما نبتعد عن رسول الله، بقدر ما تنقص رجولتنا. هذا مفهومي انا للرجوله، لان الرجوله هي في حد ذاتها صفه وخلق في حد ذاته. احنا عندنا برنامج كنا نحكيوا عليه ان شاء الله في رمضان، نحكيوا على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. اخلاق، واحنا توا الازمه من الازمات، يمكن دخل الموضوع في موضوع من الايمان والحياه الى موضوع اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. رمضان رمضان مشينا لسيره الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا ايش عملنا؟ قلنا كان الهدف نتاعنا السنه الفارطه، كان البرنامج نتاعنا مع الله، ما شاء الله عملنا برنامج مع الله، حبينا نحكيه كيفاش نستحضر معيه ربي سبحانه وتعالى. نعم. فقلنا العام هذا نحكيه على خلق النبي عليه الصلاه والسلام، لان من ضمن الازمات اللي نعيشوها احنا كمسلمين هي ازمه اخلاقيه. مع ان تلقاه يمكن يصلي لكنه اخلاقيا تعب يسر، فحبينا نركزوا على هو خلق النبي. تحبوا انت، تحبوا النبي عليه الصلاه والسلام، يلزمك تتبعوا. فاش تتبعوا؟ اجي نحكيوا مره ذي عام هذا نحكيوا على اخلاقه، عام جاي باش نحكيوا على حاجه اخرى مع رسول الله. ان شاء الله. باش نبقاو ان شاء الله ربي حين بخير، كل عام نجيبوا حاجه من حاجات النبي ونقعد نحكيوا عليها شهر كامل. المره ذي اخترنا الاخلاق، باش نتحدثوا على شجاعه النبي عليه الصلاه والسلام، باش نتحدثوا على النبي كيفاش كان مع مرته، النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش كان مع صغاره، النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش كان مع صغار الحومه، اولاد الحومه الصغيرات، النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش كان التعامل نتاعه مع المراه بصفه عامه، باش نحكيوا على اخلاقيات. وخذينا 30 خلق من اخلاق النبي، وكل يوم نتحدثوا على خلق من اخلاقه، ونحاولوا ندعيوا مع بعضنا ونشجعوا انفسنا ونشجعوا مشاهدينا الكرام انه نتخلقوا بخلق النبي عليه الصلاه والسلام. علاش؟ قولي علاش اختي عفيف. عندنا زوز اهداف منها. الهدف الاولاني كي نحكيوا على رسولنا نتعرفوا عليه من قرب. احنا راهو ما نعرفوش رسول الله، نحبوه، كلنا نحبوا الرسول، واغلبيتنا كي نحكيوا على رسول الله نبكي صلى الله عليه وسلم، نحبوا لكن ما نعرفوهوش. فقلنا كي نحكيوا على اخلاقه تو صار هو هكا، يا الله ما احلاه. كي نسمع اخلاقه نولي نحبه، كي نحبه نتبعه، وكي نتبعه شو يصير؟ نكون جاره في الجنه، لان النبي عليه الصلاه والسلام ايش قال لنا؟ قال شكون باش يكون جار النبي في الجنه؟ اللي عنده برشا فلوس؟ يقول باهي شنو ذنبي انا فقير ما عنديش فلوس، نتحرم محروم في الدنيا ونزيد نتحرم في الاخره، باهي العلماء طيب انا مانيش عالم نتحرم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطانا حاجه سهله، قادر كل انسان فينا يكون جار النبي، قصره بجنب قصر الرسول. شكون احسنكم اخلاقا؟ بكل بساطه اختي. فقلنا صار هي هكا الحكايه، طيب يلا خلينا نحكيوا على اخلاقه، باش نتبعوا اخلاقه، باش نكونوا جيرانه في الجنه. شو تتصور انت يوم القيامه جارة النبي عليه الصلاه والسلام؟ شو تحب اكثر من هكا؟ يعني تخرج من دارك تحل الباب تلقى روحك في قصر النبي ديريكت، تمشي تشرب تفطر فطور الصباح بحذايا، تشرب بحذايا قهوه. يعني فعلا قد ما تحرمنا احنا في الدنيا من صحبته صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته، ان شاء الله ربي ما يحرمناش في الاخره. لذلك حاولنا نجتهد وهكا ان شاء الله ربي يوفقنا فيه، نتحدث على اخلاقه باش الاخلاق هذيك نجسدوها في انفسنا، فنكونوا من احسن الاخلاق، فنكونوا في جوار النبي عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك والله شيخ، والله صدقا والله العظيم بقدر هذه الليالي صدقني كنت اتمنى هذا البرنامج والله العظيم، وخاصه انه لما يطرح بطرح اللي يقدم فيه ديما الشيخ سفيان ذلك طرح معناها، وهذا الاسئله الموجهه لحضرتك اليوم، كيفاش كونت هذه المهاره شيخنا من التاثير من الابلاغ من البلاغه والابلاغ في نفس الوقت من الاقناع، خاطر انها ما مش سهله. والله يا اختي عفيفه شوف خرج فيك، راني بنحاول ان ان شاء الله مره حلينا ولو ما احلاها كما قلت انت الزينه هنيئا لك بدموعك يا زينه. يا الله والله اللي 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 هذيك حاجه والله هي نعمه من عند رب. ونعمه بالله الحمد لله. فما مساله مهمه في حياه الانسان، بقدر ما يكون مخلص مع ربي سبحانه وتعالى بقدر ما ربي يفتح لك ابواب عمرك ما تتخيل انها تفتح. احنا مشكلتنا اختي عفيفه من المشاكل اللي نعيشوها ثقتنا في ربي مهزوزه. ما عنديش اليقين اللي ربي سبحانه وتعالى باش يوفقني في كل عمل نعمله، اليقين هذا مضروب.
صحيح. بقدر ما تجعل ثقتك في ربي وتصدق مع ربي والله ربي يعطيك فتوحات ما تتخيلهاش. كان مره مشينا العمره وهزينا معنا شباب، معنا طفل عمره 16 و17 سنه، كي راه الكعبه بدا يدعي اختي عفيفه يبكي في بكاء مر، من بعد يبكي 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 يدعي يدعي ويبكي، وهو معناتها ثقافته التونسيه تعب تعب، معناتها ما عندوش اللغه القويه، لغته المانيه اكثر. فبعد ما روحنا للفندق نسال فيه قلت شنو كنت تدعي؟ قال لي ولا ما نعرف. قلت شنو ولا ما تعرف؟ نسمع فيك بسم الله ما شاء الله. قال لي فتوحات من عند رب العالمين. قال لي انا حتى لتو مستغرب كيفاش ربي الهمني ذلك الدعاء. منين جابوا الدعاء؟ انت ما عرفش يركب جمله بالعربي، لغته المانيه اقوى. قال لي يدعي بالعربيه بالفصحى، قال لي الهام من ربنا سبحانه وتعالى. احنا كان نؤمن بهذا ونصدق مع ربي سبحانه وتعالى، والله ربي يعطينا العجب قسما بالله العظيم بقدر صدقنا. كي يبدا انسان يمثل وانسان قاعد يعدي في روحه، ربي مهارته توافقه مره ومهارته تفشله مره. اما كي تبدا انت مربوط بربي وثقتك في ربي ويقينك وصدقك بالله عز وجل يفتح عليك. وفي الحقيقه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختي عفيفه كقدوتنا وكأسوتنا ما تنجمش تحكي عليه، مع انت فعلا حبك. احنا كي واحد يحكي على امه تبدا ميته يترشق بالبكاء امه، فما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انقذنا. كنا عايشين في ظلمات، ظلمات المذله، ظلمات الجهل، ظلمات الغربه، ظلمات المهانه، جاء علمنا كيفاش نعيشوا، خرجنا الى فما مصطلح نعشقه برشا اختي عفيفه هو جوده الحياه. النبي عليه الصلاه والسلام جاء علمنا كيفاش نعيشوا جوده الحياه، كما قلت لك قبيله كيفاش نعيش مع مرتي، كيفاش نعيش مع صغاري، كيفاش نعيش مع اصحابي، كيفاش نعيش مع نفسي. فكيفاش نجم تحكي عليه الرسول عليه السلام كانك تحكي على اي انسان اخر؟ ما تنجمش. اما تحكي عليه بحب وانه هو حبيبك فعلا، وانك تتمنى انك ترى، تتمنى انك تعنقه، تتمنى انك تقبله صلى الله عليه وسلم، تتمنى انك تقعد بين يديه وتسمع منه. احد الساعات واحد كي راى النبي عليه الصلاه والسلام في المنام يقعد يحكي فيها وفرحان ويبكي، مين نجمش تخيل؟ هي امنيه. فما بالك واحد يقعد بحذاه فعلا ويراه ويحتضنه والنبي يحط يده على راسه ولا على خده ويبلغنا النبي بشرنا يقول انه يوم القيامه قبل الجنه عند الحوض النبي عليه الصلاه والسلام يسقينا من يده. اختي صورها من يده الشريفه عليه الصلاه والسلام يبدا يرعش علينا وخايف علينا، قداش تعذب على خاطرنا. انت كي تقرا سيره النبي وتشوفوا قداش تعذب، قداش تضرب، قداش تهان عليه الصلاه والسلام بالحجر، سفهاء القوم يضربوا فيه بالحجر حتى سقيل كلها بالدم، وبعدك يجيه ملك الجبال يقول له خلي ندمرهم، يقول له لا، يقول له رحمه. واحد يقتل له بنته، يقتل له بنته، يقتل له ولد بنته، والنبي يقول عفوت عنك سامحه، جاوا يا رسول الله سامحه كذا قال سمحت، يقتل له بنته. شكون فينا واحد كبته تتقتل ويسامح؟ عجيب النبي عليه الصلاه والسلام، والله كان جينا فعلا نعرفوا سيرته بالكدا ونعرفوا خبايا حياته، والله نحبوه حب العشق عليه الصلاه والسلام ونتبعوه، وكان تبعناه والله الفوز لينا احنا مش لهو. احنا تو رهان شيخنا انه نتبعوه. وحتى انا كما قلت ديما بلاغتك وحديثك على هذا على الدين عموما على الرسول صلى الله عليه وسلم احنا نحبوا ناخذوا منك اكيد، وربي منحنا هذا الشرف ان شاء الله رمضان هذا. نحاولوا نخرجوا من هذه الاجواء وماذا بينا ما نخرجوش، والحقيقه ما احلاها. هذه هي العده اللي باش نعدوها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هذا هو الاستعداد لهذا الشهر. تو نجيوه تو قبل، لكن قبل نحب نختم بالنسبه على البرنامج الجديد ان شاء الله باش يكون في رمضان. وقتاش شيخ في التوقيت ولا مازلت ما التوقيت نتاعو تقريبا باش يكون الربع ساعه الاخيره قبل الافطار كالعاده، كما نفس التوقيت تاع سنه الفارطه. اخترنا له عنوان كان قرانا يمشي، هكا العنوان كان قرانا يمشي. علاش العنوان هذا اختي عفيفه؟ لانه السيده عائشه لما سئلت على اخلاق الرسول قالوا له قالوا لنا احكي لنا كيفاش ني اخلاقه، قالت كان قرانا يمشي على الارض او يمشي بين الناس. فرسولنا عليه الصلاه والسلام جسد القران في صفاته في اخلاقه، فكان قرانا يمشي. فاخترنا هذا من خلال قولة السيدة عائشة أمنا وحبيبتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاخترنا هذا القول نتاعها وقلنا كان قرآنا يمشي. نعم ان شاء الله كان قرآنا يمشي معاكم رمضان ان شاء الله سنة على 2018 على قناة الزيتونة باذن الله. شيخ توا باش نختموا مع بعضنا احنا في الحلقة هذه اللي نختموا بها شهر شعبان ونستقبلوا شهر رمضان. نعم عولتنا كيفاش؟ نعم شو احنا معناتها الانسان مخلوق بين يعني جسد وروح. هي وعام كامل واحنا نجريو ونجريو على شنو؟ على الجسد. على كل جسد، هاو لبسناه، هاو كلناه، هاو رقدناه، هاو فرهدناه، مشايخ مسكينه على الاخر، وكل روح مسكينه. ايوه. ربي يعلم بحالي، انا ساعات نتخيل نقول خليني نتخيل لو انا جيت هذه الروح وموجوده عند انسان معين ومهملني. شنو احساسي؟
بنعطيك مثال ابسط. هاي نعطيو المراه هاي. اللي هي ارق مخلوق فوق الارض سبحان صح الله. ولا من أيه. من اجمل الهدايا للكون هي المراه، هدايا ربي للكون هذا. تصور المراه ماخذ راجل تحبه حب كبير ياسر، وهو مهملها لا كلمه نحبك لا يعطيك الصحه لا ربي يفضلك لا يخرجها يحوس بها لا يهزي سفرها لا يجيب لها هديه. شنو احساس احساسك المراه الرقيقه انت كامراه؟ شنو الاحساس؟ ظل دمار ولا هكذا قاعد صاير مع الروح بالضبط. بالضبط هذا اللي صاير مع الروح بالضبط. الروح مسكينه مهملينها مهاجرينها تعبانه، تعرفك اللي اصبحت مسكينه وجهها كلها جلد، عزوزه مسكينه على الاخر ما عادش نجم تقاوم. بجاه ربي تقول لكم اعطيني ايه نتاع قران خليني اتغذى. اخي باش تغذى الروح ما تغذى بالذكر بربنا سبحانه وتعالى بسيره حبيبنا عليه الصلاه والسلام بالاعمال الصالحه. ما دام احنا ناسينها ونجري وراء الجسد نحبوه يلبس مليح وياكل مليح ويتفرهد مليح وهي منسانه منسيه مسكينه فتعبت. كي يجي رمضان تبدا فرحانه. شو يصير احنا في رمضان؟ نمشي نجبد القران اللي عليه كيلو غبره للاسف الشديد. ما هو القران نجبدوه من رمضان لرمضان، والا كيبدا اللطف عنا ميت في الدار. وقت نجبد القران نقرا ما دام لا عنا ميت ولا فما رمضان القران يبدا مهجور للاسف. وهو القران هذا يا ربي سبحانه وتعالى نزلوا باش نعيشوا به، ما نجعلوش زينه، مش ديكور، ماهوش وما يتقراش على الموتى. راهو القران ما نعرفش منين جابوها. قالوا لي تنذر من كان حيا في سوره ياسين اللي قرأ فيها على الموت، ربي يقول لي تنذر من كان حيا. فالقران هو للاحياء باش يعيشوا حياه سعيده، باش يعيشوا جوده الحياه. المهم يبدا مهملك القران مسيكنا ذاك يتجبد في رمضان، تتمسح عليه الغبره ويبدا انت تقرا والروح تقول الحمد لله تو ذكرتوني يا برا اعطيكم الصحه برا. وانت تصوم والصيام كيفاش غذاء للروح، وانت تقوم الليل وانت تمشي للتراويح، هذه كلها يمكن من ضمن الاستعدادات. كان تحب نحكي فيها بالتفاصيل اختي ممكن نحكي فيها بالتفاصيل ولكن انت والوقت تقريبا فهمتني. عماد قال لي الوقت فيه. عماد باهي يا عماد باش نلخصوا، انا ماذا بيا ما نعرفش حسب ارتباطاتك. نعم انا حبيتك ان في الحقيقه نقولها لك على في التسجيل على المباشر قدام احبائنا واللي يتفرجوا فينا، حبيت انك تكون معنا في موعد معناها يكون بخلف معناها الموعد القار اللي حاضرين معك، لاني نعرف ان تفاعل الناس محبتهم ليك. ان شاء الله ان شاء الله ان كان امكن مع التزاماتك ترجع لنا في مناسبه اخرى شيخ ونكملوا هذا الاستعداد. اذا استعدادنا كما قلنا هو استعدادنا هو غذاء هو باش لك الروح هذيك. وبربي شيخ لو كان تعطينا اللمحه حتى بالوقت توفي على كل لهفة وخليها لهفة. أنا قلتها قبيلة في تقديم، قلت عنا مثل باهي قديم يقولوها جدودنا، يقولوا الرغبة واللهفة في الدين. جميل هذي هو. نعم. معناها خليوها في الدين. نعم. الصفوف وكل المجازنات المعبية وكل كنت تكون على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تكون على القرآن كما قلت. نعم. كنت تكون على مرضات الله في حاجات أخرى، في الصدقة. نعم. في سيرة الرحم. نعم. في صغيراتنا نزيد نقولوا لهم. نعم. مش معنيها. نعم. سيام. نعم. أنا هو العمر اللي نشد الصغار فيقول لي والله عامين ما يفهمش. نعم. وقتاش نعلمه صغير مش معنيها سيام. نعم. كي يجيك يسألك أنا معنيها يجيك ولدك ولا بنتك يقول شكون، يقول لك يا ماما شكون محمد صلى الله عليه وسلم، نجاوبوه معناها هذه كله ماذا بينا نتحضروا له شيخنا إن شاء الله. نعم. لمحة في هذا الكل ما نعرفش كيفاش حاسين نقولها. نعم. أنا شو نحب نقول مشاهدينا الكرام وأحبابنا الكل، نحب نقول الدين متاعنا يدعو إلى التوازن. إيه. ما نقولكش لا عيش على الشربة فقط، نقولك أعمل طاولة حلوة ولكن ما تخليش طاولتك على حساب عباداتك. معناتها أنا نرى أكبر مظلمة قاعدة تقام في رمضان، قلت الكلام هذا من قبل، أكبر مظلمة على المرأة ندخلوها للكوجينة من 6 الظهر حتى لستة المغرب الطيب، ومن بعد ستة العشاء حتى للفجر تغسل في المعون وتنظم في الدار. احنا كي نعملوا طريقة باهية نحبوا تكون طاولة ملمحياها والعائلة الكل ملمومة، ولكن كذلك نحبوا نعملوا قاعدة نتاع قرآن أنا ومرتي وصغار أي نقعدوا توا ربع ساعة نقرأ وكل واحد حتى يقرأ أي صفحة بركة نقرأ مش برشا. أول حاجة كالعائلة تتجمع على القرآن الكريم، كطفل يكبر من صغره هو يتذكر تبقى في اللاشعور نتاعو. خلينا نعملوا عهد مع القرآن الكريم بطريقة تدبرية، معناتها نصيحتي أنه نعملوا ختمة نتاع القرآن مش بزربة، حاول اقرأ وافهم شي يحب يقول لي ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة للصيام يجموش يكون صيام البطن فقط، يلزم العين تسوم معانا. إيش معناتها العين تسوم؟ ما نغزوش للحرام وما نتفرجش في البرامج الحم وحرمة البرامج اللي ممكن فسد لي سامي وضيع لي وقتي، ما نسمعش الكلام الزايد، ما نسمعش الكلام البذيء، ما نقطعش الرايش في رمضان، وتولي لي عاده من بعد، مش يخرج رمضان نرجع الى ما كنت عليه. معناتها رمضان تدريب على انه نكون عباد ناجحه في حياتنا ونتخلصوا من العادات السيئه ونبداو مع ربي سبحانه وتعالى صفحه جديده ومع انفسنا مع والدينا. شوف اللي يحب ينجح في رمضان كما تفضلت انت، يجدد علاقته مع مرته، يجدد علاقته مع وليداته، يجدد علاقته مع امه وابوه، مع جيرانه، مع الناس، ويجعل اهداف
في حياته للعام القادم يحاول يسعى يحققها انطلاقا من القرآن الكريم وانطلاقا من هذا الشهر الفضيل. ما احلى كلام طبعا. ربي يبارك لك شيخ سفيان. طبعا ذكر انه كما قلت شيخ سفيان تلقاه ثلث شهر رمضان ان شاء الله على قناه الزيتونه قبل المغرب في برنامج رائع جدا على سيره الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا محمد. وايضا حاولوا قبل ما تسافر تكون حاضر شي معنا ان شاء الله في لقاءات اخرى قبل ان شاء الله ما تسافر. منك وان شاء الله كل عام وانتي بخير انت واهلك ووليداتك والوالد والوالده. سلمنا على الوالده برشا ربي يفضلك ان شاء الله. ربي يحفظنا امهاتنا كلهم وهما تشكرنا واحنا نعيش بدعائهم وبركاتهم والله. وانا نتمنى لك الخير ان شاء الله ونحب تحيه كبيره لزوجتك كانت تشاهد فينا الان نقول لها تحيه ان شاء الله والحمد لله على سلامه والحمد لله على شفائها يا ربي. وان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل اختي وان شاء الله نتابعوا هذا النجاح ان شاء الله بتيله شهر رمضان باذن الله. الشيخ سفيان هو ولد التوانسه هذه اللي نحكيوا عليه ديما معناها كل حاجه اللي نحن ربحناها الرهان اللي ربحناه في هذه القناه. ربي يحميك. شكرا لك شيخ سفيان. انا لا اخفي ان نعيط لاخوي ربي يستر وهذا نشرف به. عايشك شرف لي. شكرا لك شيخ سفيان. نجيو لختام حلقه اليوم ما شاء الله روح ما شاء الله بكل ما فيها من طقوس رمضان ماهيش كوجينها كما قلت بالعكس كما قال الشيخ سفيان برشا حاجات جميله انا مانيش باش نعلق بعدها شفت شفت بارك الله ربي يبارك ما شاء الله. اي رمضان بركه اللي يحضر يكون بركه ان شاء الله وخير باذن الله. قل لي شو عملت لنا اليوم حاجه حلوه عملنا مزيانه برشا عجبك به عملنا اليوم عندنا قلنا الشوربه فكره الشوربه للقرايرات هيك سهله ما تاخذش برشا وقت سهله ما تاخذش برشا وقت اللي عندنا احنا عندنا شويه حاشاكم بصل زيت زياني هو عاوني برشا اليوم في برشا حاجات حتى في الديسيغ في الاخر حطيت من فوق ما هو حاجه بيان سور زدت مغرفه في الاخر للصوت هو اكيد اي للصوت وقته توا به عندنا شوربه القرع وعندنا تارت نتاع فروماج دو شيفر وطومات هي لا محلاها اي مزيانه وعندنا حتى قصيت مرسو هوني باش نوريه لهم كيفاش تجي يبدا جبن ذايب وخفيفه هذه كله ما ياخذش برشا وقت ما ياخذش برشا وقت نعملوا فيه حاجه فيسه عملتهم. وهذا عندنا كيك شوكولا من عند سمارت شيف كما قلنا ديما هكا باكو زدت شويه فرامبواز جديد كيما تحب هي اللي برشا تزينها كيما تحب شاهي وبنين ديزاين حاجه ولمجه صغار لمجه على عيني واحد يعملها والله العظيم هاي اللي كنت يدي يا يعطيك الصحه شيف هاني المي. شكرا ليك مشاهدينا الكرام هكا نوصلوا ختام حلقه اليوم. يا ربي بلغنا رمضان يا رب بلغنا الصيامه والقيام يا رب ان شاء الله تبلغنا حسنات هذا الشهر بكل ما فيه كما كنا نحكيو مع الشيخ سفيان. ما تنساوش صله الرحم ما تنساوش رضايه الوالدين هي الاولى ساعه بعد العبادات اهم حاجه, أهم حاجة. وما ننساوش برشا حاجات ان شاء الله تباعا في حلقاتنا ديما نذكروا فيها. وانا سعيده جدا ديما اللي تقولوا علينا وتقولوا فينا انه برنامج نهارنا هكا هو برنامج العائله التونسيه. ربي يلم شملكم ان شاء الله نتقابلوا في رمضان وباش تبداو معايا ان شاء الله باذن الله. انا عفيفه بوكيل زويده نحييكم وكلكم في امان الله ورمضان كريم والله اكرم.